tirer le chapeau parce que grande carrière, grand joueur, mais également élégant dans l'idée et dans les gestes. Qui crimoli, Lyon, à la Pelé, à la Maradona, à la Valle, au Lomé, Yannès. Mais je vous l'arbre est mon marque. Ken, il y a un petit peu بالفعل ما طرحت الفكره ديال شريط الوثائقي ما ترددش ولو لحظه واحده. احنا كاملين كنعرفوا العربي مبارك وتاريخ ديال العربي مبارك، وبالتالي انجاز شريط وثائقي حول هذه الشخصيه الكبيره في تاريخ كره القدم المغربيه يعد مكسب كبير بالنسبه للجمهور، بالنسبه للجمهور الناشئ اللي كيسمع بالاسم، ولكن احيانا ما كيعرفش المراحل اللي مر منها هاد الاسطوره. الشريط الوثائقي يتضمن شهادات كما شاهدتم، شهادات لشخصيات رياضيه من المغرب، من اسبانيا، من الجزائر، وايضا من فرنسا، ويتضمن ايضا مشاهد تعرض لاول مره، والكل يجمع على ان العربي مبارك يعد واحدا من اكبر اللاعبين في تاريخ كره القدم العالميه، وربما يمكن ان نصادفه الثالث او الرابع على المستوى العالمي. طبعا من المهم كقناة رياضية وكأيضا كقطب عمومي في مجال الرياضة أن نوثق لكل المراحل التي عاشتها الرياضة المغربية والأسماء الكثيرة التي عاشت في الرياضة المغربية وأعطت الكثير للرياضة المغربية. للأسف كانت هناك أسماء في مرحلة الأربعينات والخمسينات والستينات اللي ما خدتش حقها في على مستوى التوثيق، وبالتالي احنا الآن كنحاولوا ما أمكن من خلال هذا الشريط الوثائقي وايضا من خلال الأشرطة الوثائقيه القادمه ان نوثق للتاريخ الرياضي المغربي بالصوت وبالصوره ايضا. وكنظن هذه من مهمه على عاتقنا، ايضا ان نوثق للابطال المغاربه اللي نتألقون في مختلف البطولات العالميه، في الالعاب الاولمبيه وفي مختلف المحافل العالميه. هذا واجب بالنسبه لنا، لان هناك اجيال صاعده ستكون دائما في حاجه الى هذه الذاكره الوطنيه التي اعطت العديد من الاسماء، ونتمنى ان تعطي في المستقبل القريب ان شاء الله. Pour moi, Ben Marek, c'est le premier grand joueur français. Et dans les quatre meilleurs de tous les temps, il y est. Ben Marek, Coppa, Platini, Zidane. Je vous demandais de les applaudir tous les deux. Juste Fontaine et l'arbitre Ben Marek. في هذا الاطار هذا يعني كنبغي نشكر يعني الاداره ديال القناه الرياضيه في شخص المدير المركزي السي حسن المطرسيل، لانه لما طرحت عليه الفكره رحب بها، وبالتالي بدينا يعني تورناج، بدينا بلي تورناج على برا، بدينا بلي تورناج في فرنسا، في باريس، مارسي، اجاكسيو، تولوز، ومن بعد مشينا لاسبانيا، مدريد، سجلنا مع شهادات مع صحفيين وبعد يعني انصار ديال فريق اتلتيكو مدريد. قبل ما ننتقلوا لتونس ايضا اللي كان عندنا لقاء مع واحد اللاعب الجزائري يعني سابق، عاد باش بدينا لي تورناج هنا في المغرب، في الدار البيضاء، في الرباط، في تطوان، يعني تقريبا حاولنا نلامسوا جميع الاماكن، نمشيو لكاع جميع الاماكن اللي لعب فيها العربي مبارك. الفيلم المده ديالو يعني تقريبا 12.52 يعني 52 دقيقه في يعني جزئين، كل جزء فيه 52 دقيقه. و فرضاته يعني هذا فرضاته بعض التفاصيل، لانه اعتقد بانه اللي غادي يدير الخصوصيه ديال هذا العمل هو انه كاين مجموعه ديال التفاصيل اللي انا بعدا شخصيا ما كنت عارفها، وبالتالي كان اعتقد انه بزاف الناس ما عارفينهاش، ربما كاينين الناس اللي عارفينها، ولكن كاين بزاف ديال المغاربه اللي ما عارفينش بعض التفاصيل في الحياه ديال العربي مبارك، خصوصا التجربه ديالو في اسبانيا، لانه التجربه في اسبانيا كانت تجربه غنيه جدا، واعتقد بانه كاين بزاف المفاجات يعني في هذا الفيلم هذا اللي ربما المشاهد المغربي والمتتبع عموما الرياضي غادي يلقاها في هذا الفيلم. هذاك الحب في هذيك الكرة جعلته بالله هو تيبقى يجتهد فيها يوم على يوم.
الفيلم ديال العربي مبارك من رمادي نسيان، يعني انطلاقا من العنوان كانت اول حاجه فكرنا فيها هو انه كيفاش نحيوا هذه الذاكره ديال هذا ديال 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 العربي مبارك اللي كان صراحه بارمي لي جوار الاولين على مستوى العالم بتصريحات ديال الصحافه الفرنسيه وبتصريحات حتى على مستوى المغرب. اول حاجه هو انه الفكره كانت عندي مع الاخ عبد الهادي رازقو باعتباره هو انه اللي اشتغل على الجانب التحريري، انا تكلفت بان خصني ان سيناريو، اذا اول حاجه فكرت فيها هو انه كيفاش انني نجبد الذاكره ديالو انطلاقا من صور، يعني ملي غتفرجوا في الفيلم غتلقاو بانه حنا خدينا واحد الديكور اللي هو تقليدي وجبنا الابن ديالو السي مصطفى بن مبارك وجمعنا له واحد المجموعه ديال الصور اللي كتربط اللي كتقاد الحياه ديال العرب بن مبارك، وانطلاقا من هذه العمليه يعني في اشك فوق ملي كي مصطفى تيحكي لنا وتيجبد لنا صوره يعني تنمشيو حنا بالمشاهد لهذاك الشخصيه شكون هو وكيفاش كانت علاقته بالعرب بن مبارك. كنعتقد انه هذه التجربه هذه هي مفيده واضافه الخزانه السمعيه البصريه في المغرب لانه ثقافه الوثائقي، فكنعتقد بانه ثقافه اللي يمكن انها خصها تنتشر اكثر، ويمكن انه مجموعه من المخرجين ولا الصحفيين كذلك خصهم يكونوا مقبلين على مثل هذه التجارب. الناس ما شفتوش العربي مبارك كان يعمل حوايج اللي من الواحد يستغرب.